ومن النجف الأشرف إلى واسط، حيث أعلن وزير الموارد المائية في الحكومة الاتحادية المهندس عون الدياب خلال مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته لمحافظة واسط أنه بحث مع المحافظ محمد جميل المياحي الواقع الإروائي في المحافظة وسبل دعم القطاع الزراعي، موضحا أن اللقاء تناول تحسين توزيع المياه بشكل عادل لتلبية احتياجات المناطق الزراعية، كما تم استعراض خطط الري المستقبلية والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعي. هذه الزيارة هي معايشة يوم كامل في محافظة واسط للاطلاع على الموقف المائي وآلية الإدارة، ولا سيما نحن في ذروة بداية الموسم الشتوي للزراعة، وأيضا متطلبات إنجاح الموسم الزراعي والري الأولى وما يعقبها من إجراءات مهمة. الحمد لله والشكر هناك خلية نحل تعمل بشكل كبير في واسط باعتبارها هي سلة خبز العراق، ووزارة الموارد المائية مقدرة بشكل تام أنه أهمية واسط وجودها على حوض نهر دجلة وأيضا متفرعاتها الأخرى من الأنهر والجداول وحتى مصادر الأرواء الأخرى. مع الوزير اليوم حلنا كثير من المشاكل واطلع بشكل مباشر على موقف الإرواء في كل الأقضية والنواحي. طبعا وأيضا أطمئن الأخوة المزارعين في عموم المحافظة بأن تكون هناك كمية كافية من المياه لإكمال زراعة المحاصيل هم اللي باشروا بها وفق الخطة الزراعية. هسه حاليا أوعزنا بزيادة كمية الإطلاقات من سد الموصل، وبدأت الزيادة تصل تدريجيا. هذه راح يكون لها تأثير إيجابي على بداية الموسم اللي هو يعتبر موسم مهم، لأن الحقيقة أنا أكدت وأكد أن محافظة واسط هي المحافظة الأولى في الزراعة المروية في العراق، وأيضا هناك يعني لجودة الأراضي الزراعية من جهة ولكفاءة المزارعين وقدرتهم على الزراعة مزارعين جيدين. حقيقة الخطة الزراعية هي أقرت الواقع من مجلس الوزراء وتم المصادقة عليها، هذه مو صلاحيتي في زيادتها، إلا أنه الحقيقة هو الزيادة لتأمين، لأن هسه حسب ما عرفت أنه نسبة الأراضي المروية حاليا ما تزال دون ما مخطط إليه، هذا راح تأمن إرواء كافة الأراضي ضمن الخطة الزراعية.